بعد أن استفحل الإجرام بالمجتمع واضح القُصر والأطفال أولى المستهدفين، مصالح الأمن تفتح أبوابها أمام ضحايا التهديدات للتبليغ دون حتى معرفة الأولياء، وحفاظا على سرية الضحية ومنعا من أي متابعات من الفرق الإجرامية. يمكن الاتصال بالدي سي كونتاك 1055 إلى الدرك. عندنا متخصصين استقبل دركيات ودركيين يقدروا يديبلاسيو لعندكم او تجوا لعندنا. واحد ما يسمع ني الاولياء ني الجوارين ني الزملاء ني استاذ ني معلم ني والو، يبقى التعامل تعطي المعلومه. الضغط نتاعك وين راه؟ راه يتعامل معك كصديق كاخ. واحد ما يسمع نعرفوا الجريمه اللي راهي مرتكبه وعلاه راك تتعرض للابتزاز وعلاه راك تتعرض للضغط او نوصل للاختطاف. راه التعامل تتم بسرية، رانا عندنا كل إمكانيات الحمد لله للوصول إلى المجرمين أينما كانوا. العملية تتم بتكتم شديد، تبدأ بتبليغ القاصر أو الطفل عن التهديد لتباشر بعدها مصالح الأمن عملها، فيما تتم عملية المحاكمة في غرف منفصلة وبدون أي تواصل بين الجاني والضحية. عندنا كل الظروف اللي نوفروها مع قاضي الأحداث بالتنسيق معه طبعا العدالة. احنا الحمد لله راه كاين كل لي ديسبوزيتيف الاليات كامل كاينه ومتوفره بدون ما نحرجوا الطفل، ما يخرج الخبر، ما يعرفوا واش صرا، حتى المحاكمه تصرا مغلقه. القاضي الطفل وماشي قابل حتى المجرم، لان رانا نديروا حتى تقنيه السمع بالكاميرا كما رانا هكذاك، راك تسمع في الطفل اللي تعرض للجريمه، المجرم هو اللي ما يتلاقاش معاه. تبعات قضايا الإجرام التي أضحت تصنع الجدل في الفترة الأخيرة ببشاعتها، وجب توعية المواطنين عنها لاتخاذ احتياطاتهم وتوفير كافة الإمكانيات لتجنب أي عارض.